محتاجين برضو حضراتكم تتابعوه معانا اللي ما لحقش امبارح، نروح نتابع تفاصيل اكتر عن قرعه الدوري المصري في التقرير ده ونرجع نكمل. ارتباطات كتيرة جدا الموسم دوت، في 100 يوم للمنتخب الوطني، عندنا في شهر 11 يوم 8 ل 16 11 عندنا مباراتي انجولا والجابون، عندنا في شهر 12 20 يوم بطولة العرب للمنتخبات في قطر من يوم 1 ليوم 20 12، عندنا من يوم 28 12 لغاية 10 2 بطولة الأمم الأفريقية وأجندة للمنتخب الوطني الأول، شهر 3 عندنا مباراتين من 21 ل 29 اللي هيحددوا مين اللي هيوصل لكأس العالم، من 1 ل 14 6 عندنا أجندة دولية للمنتخب الوطني الأول، دول يعمل مجموعة 100 يوم، عندنا أربع أندية بيشاركوا في البطولات الأفريقية بيلعبوا 13 مباراة للوصول للنهائي، 13 مباراة دولت لو ادينا كل مباراة 8 أيام تعمل 104 يوم، فبالتالي 100 للمنتخب و 104 للأندية. دي الأمور الارتباطات اللي عندنا، لسه الاتحاد الدولي ما حددش كأس العالم الأندية فين، عشان كده قلنا مش هنعلن الجدول كامل لغاية بطولة أمم أفريقيا بس، وبعد كده هنستنى لما تحدد الارتباط دوت. الصبر الأفريقي لسه ما تحددش بشكل رسمي، ما جناش بشكل رسمي، فدولة الارتباطات لسه ما تحددوكش الإمكانيات المطلوبة في كل ملعب عشان نقدر نلعب المباراة بشكل ده، ما حضرتك ورئيس الرابطة تم إعلانه بالنقل التلفزيوني الممتاز بالجمهور، الحاجات دي كلها محتاجة ملاعب مهيئة فيها الفار فيها كل الإمكانيات ديت، فبالتالي لسه بس نادي المقاصة اللي عنده مشكلة. بالنسبة للقاهرة الأهلي ما فيش مشكلة إن الإسماعيلي بيجي القاهرة عادي، مشكلة إن الأهلي يروح الإسماعيلي، والله لو الأمن وافق يبقى خلاص ما فيش مشكلة خالص وكل واحد بيرجع ملعبه وده اللي اتمناه. الأمن رفض، بنعمل مباراتين في استاد برج العرب. الحقيقة بشكر كل أعضاء الرابطة اللي كان مجهود وشغل على مدار العشرين يوم اللي فاتوا، والحقيقة طلع النهاردة يمكن للناس وده كان أهم حاجة، ويكون البداية إن شاء الله على خير. الحقيقة بشكر كل أساطير الكرة المصرية وكل رموز الإعلام الرياضي اللي شرفونا النهاردة بالحضور، لأن هم أساس الكرة في مصر، وإن شاء الله ده حاجة بنأسس لها تكون موجودة في كل قرعة في كل سنة، ويكون حفل القرعة على شرف مجموعة من أساطير الكرة المصرية، فأتوجه لهم بكل الشكر إن هم شرفونا. الحقيقة حابب أتوجه برضو بكل شكر لمؤسسات الدولة المصرية ووزارة الداخلية على الموافقة بعودة الجمهور في تجربة جديدة لعودة الجمهور ل2000 مشجع كل مباراة، وده كان حلمنا كله ان احنا كورة من غير يعني جمهور، فالحقيقة انا سعيد جدا وبتوجه لهم بالشكر، والحقيقة لقينا دعم لا متناهي سواء لرابطة الأندية او للأندية من وزارة الداخلية لرجوع الجمهور ولتفعيل صناعة كرة القدم، وان احنا نصعد بالدوري تاني بشكله الجديد بإذن الله. حابب أتوجه لمجموعة قنوات أون تايم سبورتس برضو، لأن هي كانت ليها معانا تعاون كبير بأن احنا نوصل للاتفاق أن الدوري المصري يتزع HD وبحد أدنى 10 كاميرات في كل مباراة، أعتقد برضو كل المشاهدين كان ده حلمهم، وإحنا كنا قاعدين عاوزين نشوف الدوري بشكل كل ده هيفيد الأندية وهيعلي من الفاليو بتاعت الدوري وفي مصلحة الأندية ومصلحة الكرة المصرية، فإن شاء الله يكون بداية دوري قوية ويكون اللي جاي أفضل للأندية بإذن الله. إن شاء الله إحنا قلنا مجرد بس ما نبتدي بداية الدوري عندنا إن شاء الله كأس الرابطة اللي هيتلعب في التوقف بطولة أمم أفريقيا بإذن الله، وبعد كده هنشتغل على لائحة النظام الأساسي للرابطة، هنبتدي نعقد الاجتماعات مع الـ 18 نادي ونبتدي نتحرك على الخطوة اللي بعد كده وهي حقوق البث والرعاية واللائحة الأساسية كلها إن شاء الله. الحقيقة شايف إنه دوري هيبقى دوري قوي ومنافسة قوية، وأعتقد إن كل الأندية مستعدة بشكل كويس، وأنا شايف إن إن شاء الله بكل اللي بيحصل ده هيكون دوري مختلف يليق بالكرة المصرية ويليق بالأندية المصرية لأنها أندية عريقة وكبيرة. الحقيقة الأجواء النهاردة أجواء رائعة، بشكر الحقيقة الرابطة بقيادة الصديق أحمد دياب الحقيقة على هذا اليوم الرائع وعلى هذا التنظيم الرائع، وإن شاء الله يكون دوري مختلف عن بقية الدوريات، وفعلا يكون الدوري المصري زي ما عهدنا في السابق هو من أفضل الدوريات في المنطقة وفي أفريقيا. إن شاء الله نلاقي كرة قدم حلوة ونستمتع والجمهور يستمتع، وسعيد بعودة الجماهير يمكن بنسب، وده شكل ده حاجة كويسة. بالنسبة للتحكيم طبعا إن شاء الله بوعد الناس، إن شاء الله احنا اشتغلنا دينا فترة بنعمل معسكرات واستعنا بخبراء من الاتحاد الدولي
من أجل الاستخدام الأمثل لتقنية الفار، أيضا من أجل تطوير الأداء الفني للحكام، وده اللي يهمني إن الحكم طالما أداءه الفني بيكون جيد فما بنستعينش بالفار بشكل كبير، وهو ده اللي احنا بنشتغل عليه الفترة الجاية، وإن شاء الله تكون الأمور جيدة بإذن الله العام القادم إن شاء الله. بشكر الرابطة بقيادة طبعا الأستاذ أحمد دياب والحاج عامر، ودي فعلا زي ما حضرتك قلت دي أول مرة في تاريخ اتحاد الكورة بعد ما بطلت إنه يدعوني في أي فين في المناسبة، فأنا يمكن قلت دي فرصة إن أنا أبقى موجود وجيت يعني الحمد لله رب العالمين، لكن في الأول آخر يعني يا رب تكون القرعة تبقى كويسة، ويا رب زي ما أنا قلت كلمة كده قلت يا ريت جماهير مصر كلها تبقى في نوع من ان انا احب فرقتك وشجع فرقتك، وبس اهم حاجه تحترم فريق اخر. اتمنى ان احنا ناخد نفس الثقافه ديت، واتمنى ان احنا نشوف دوري قوي، دوري مليء بالمنافسات القويه جدا، وفي نفس الوقت في احترام بين الفرق وبعضيها. اتمنى ان احنا ناخد زي ما بناخد من اوروبا كل حاجه، زي ما بناخده منهم اللعيبه بناخد منهم، عايزين ناخد برضك منهم الجمهور، منهم الاعلام، منهم التصوير، منهم الكلام ده كله، دي كلها نماذج كتيره جدا احنا لازم ان احنا يجب ان احنا نتعلمها او يبقى الثقافه عندنا موجوده. اتمنى يبقى دوري قوي، اتمنى ان نشوف اكتر من فرقه تنافس الاهلي والزمالك على بطوله الدوري، ده الشيء اللي هيبقى رائع وهيبقى شيء جميل جدا، هيبقى في من منافسه قويه. القرعه النهارده كانت جميله، كانت غير موجهه، وشفت عدت بيسر وبسهوله، دليل التنظيم المحترم، وان شاء الله يعني متوقع باذن الله يبقى موسم جميل. والاجمل من ده كله كمان بدايه عوده الجمهور، يعني انا فعلا هي عوده الروح للكره المصريه.